دي مدرسه جديد. يعني هذا المسجد العتيق كم سنه ما عنده؟ قرون. الله يبارك ما شاء الله. اذا هذا هو المسجد القديم، المسجد العتيق المبارك الطيب، بقي شامخا عبر هذه السنين الطويله بالقرون ما شاء الله. اذا فهذا المسجد مسجد قديم نحن نزوره، نتبرك بهذا المكان الذي مر فيه مشايخ كفر ودرسوا فيه مشايخ كفر. بسم الله بسم الله على بركة الله سبحانه وتعالى. يبارك الله يبارك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. إذن المسجد هذا عنده قرون، يعني ما شاء الله عليه سنين، سبع قرون ما شاء الله. ربي يبارك، يعني هذه بركة تمشي هنا. بسم الله على بركة الله. بسم الله الله يبارك، ما زال يعني بالرمل. إذن فهذا المسجد قيل لنا عمره أكثر من سبع قرون، أو المهم قرون كثيرة. هذه هي الأزقة تاعه والدخلة تاع المسجد. يا سبحان الله، بناء متواضع ولكنه أنا أخرج فحول العلماء. أخرجه نحن في العلماء ما شاء الله. خرج رجال والمسجد سيدي. مرحبا مرحبا. كم عمره هذا قرون؟ قرون يعني اكثر من سبع قرون ما شاء الله. من هنا تخرج العلماء. هذا درس فيه الشيخ سيدي خشمري الحسن يبدا يصلي فيه، يصلي فيه ولو خرجوا للمسجد هذاك صغير. هنا درس الشيخ ام لا؟ درس، كان عنده بيت هنا تابع له. الشيخ كان يدرس العلوم الشرعيه هنا ما شاء الله. البدايه نتاعه من هنا. الله يبارك. ما شاء الله يعني. ضوي ضوي انت. واش دير معكم الجمهور؟ ما شاء الله الله يبارك يعني يعني. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. بناءات بسيطة ولكنها خرجت فحول العلماء، خرجت رجال. ما شاء الله ربي يبارك. المسجد. هذا المسجد الذي كان يعني يدرس فيه القرآن والعلوم الشرعية، ودرس فيه الشيخ الفقيه مولاي سيدي الحسن، يعني درس فيه سيدي الشيخ حسن الأنصاري. شوف يعني هذه البناءات البسيطة ولكن سبحان الله يعني تخرج منه فحول علماء هذه الولاية المباركة الطيبة. اللهم من علينا ببركة هذا المكان وبركة هذا الزمان، وارحم هؤلاء، وارحم أولئك العلماء الذين مروا من هنا من هذا المسجد المبارك الطيب. الله 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 ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. لازال يعني مطالب ما شاء الله يقرأ القرآن الكريم. ما شاء الله. إذا كما سمعتم بالصدفة وجدت طالب هنا يحفظ في لوحته يقرأ القرآن الكريم في هذا الظلمة. سبحان الله يعني وقد مررنا بهذا ووجدنا الحلاوة عندما كنا نطفئ الأنوار ونقرأ القرآن، يعني نكرر القرآن على الظلمة، يعني على الظلمة تجي أذى حلاوة. إذن فأنا الآن سمعت هذا الطالب يعني يقرأ القرآن الكريم في هذا المكان. الله يبارك، راه طالب يعني في الظلمة يقرأ. فكرني بالله. إيه ما شاء الله. اللهم بارك وزيد. إذن نحن نغادر هذا المسجد العتيق القديم
الله يبارك. دخل مع المدرسة. الله يبارك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.